بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد هو زيلوميت. زيلوميت قطرة لعلاج التهابات الأذن الوسطى ونزلات البرد. زيلوميت يعتبر دواء لالتهابات الأذن الوسطى ونزلات البرد، نقط لعلاج نزلات البرد اللي بتأثر على الأغشية المخاطية وبتسبب الزكام والتهاب الأنف ويعالج احتقان الاذن الوسطى. تتوفر هذه النقط في الصيدليات بتركيبات مختلفه حتى تتناسب جميع الفئات العمريه. والماده الفعاله في زيلوميت هي زيلوميتازولين هيدروكلورايد. تختلف تركيزه باختلاف الكميه المحتوى عليها. سوف نتعرف على جرعات نقط زيلوميت وطريقه الاستعمال. اول حاجه، ايه هي دواء الاستعمال زيلوميت؟ يستعمل زيلوميت في حالة نزلات البرد واحتقان الانف والتهاب الانف واحتقان الأذن الوسطى، التخلص من الافرازات المخاطية، التهاب الجيوب الانفية، الزكام اللي بيصاحب الانفلونزا والبرد، حساسية الجهاز التنفسي. ايه هي الجرعة وهي طريقة الاستعمال لزيلوميت قطرة؟ الجرعة للاطفال اكبر من 12 سنة نقطتين في كل فتحة أنف من مرة إلى مرتين يوميا حسب شدة الحالة، يؤخذ بتركيز 0.5%. الجرعة للبالغين من نقطتين إلى 3 نقط 3 مرات يوميا يكون بتركيز 0.1%. يجب استعمال زيلوميت للرضع والأطفال تحت سن 12 سنة. ينصح بعدم استعمال زيلوميت أكثر من 7 أيام إلا تحت إشراف الطبيب. يبدأ ظهور تأثير زيلوميت بعد 10 دقائق من الاستعمال. يمكن تناول زيلوميت كل 8 ساعات للبالغين وكل 12 ساعة للأطفال فوق 12 سنة. عند نسيان الجرعة يمكن تناولها فور تذكرها، ولو دخل وقت الجرعة التالية لها لا يجب الجمع بين جرعتين ولا يؤثر على بعض أنواع الأغذية. ما هي تحذيرات حول دواء زيلوميت قطرة؟ في حال تناول جرعة زائدة من الحد المطلوب يجب مراقبة الأعراض، وإن ظهر أعراض شديدة يجب التوجه للطبيب المختص لعلاج الحالة في أسرع وقت. لو حصل وظهر شعور ببطء في ضربات القلب أو تعرق وإرهاق أو دوخة شديدة أو إغماء وفقدان وعي. ما هي الآثار الجانبية وموانع استعمال زيلوميت؟ الآثار الجانبية قد تكون بسيطة ولا بد من ذكرها للاحتياط. الشعور بالغثيان، حرقان في الأنف، جفاف في الحلق، تهيج في موضع التنقيط، شعور بالأرق وعدم قدرة على النوم، رعشة، صداع، عصبية غير مبررة، بعض الهلاوس، تباطؤ في نبضات القلب. استمرار في تناول نقط زيلوميت يؤدي لنتائج عكسية. طبعا اثناء الحمل لا يجب تناول النقط الا تحت اشراف الطبيب لانه هيكون مضر بالطفل الجنين، وفي حاله الرضاعه ايضا لابد من استشاره الطبيب لانه هيكون مضر بالطفل الرضيع. اللي بيعانوا من تكرار نزلات البرد المستمره وعدم الاستمرار في استعمال نقط زيلوميت لان اثارها الجانبيه تاتي بنتائج عكسيه. وطبعا كل دول، ولا يجب تعاطي اكثر من نوع من النقط في وقت واحد خوفا من تفاعل هذه الأدوية مع بعضها، ويفضل الفصل من كل دواء وآخر بمدة لا تقل عن ساعة، ولا يؤثر طبعا على الانتباه فيمكن تناوله أثناء القيادة. فزيلوميت ما بيأثرش على الانتباه ولا العمل على الماكينات الكهربية. أيضا يفضل تقليل الجرعة عند كبار السن تجنبا للآثار الجانبية. طريقة تخزين زيلوميت يمكن أن تحفظ في درجة حرارة الغرفة، يمكن وضعها في الثلاجة في حالة الجو الحر في فصل الصيف، توضع بعيد عن متناول الأطفال. لا يجب استخدام العبوة منتهى الصلاحية نظرا لخطورة الموقف. أيضا تحفظ في درجة حرارة من 15 إلى 25. إيه هي الأسماء التجارية لزيلوميت؟ في حالة عدم توافر زيلوميت في الصيدليات بهذا الاسم فيتم تناول أو استعمال أحد منتجات التي هي نفسها هي زيلوميت بس لها اسم مختلف اخر، زي ديكوزال وزيلولين ونازكس وزيلوميجا وزيلوميد بايت. في نهاية الفيديو ارجو ان انتم
ادعموا القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس، واي تعليق عند حضراتكم اكتبوه في اسفل الفيديو في التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.